السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بتكونوا بصحة جيدة يا رب العالمين. الفيديو اليوم رجعت لشبت في معسكر جباليا، لأنه المكان اللي أنا قاعد فيه صار خطر، فقلت بدي أروح أظبط شوية في الشبكة غاد. زي ما أنتم شايفين دمار المحيط كله ولا ضر. هذا العمارة اللي قبالي، هذا المصور، كانت عمارة على الخامس، نظام 4 شقق، يعني 20 شقة فيها، وجنبها كمان واحدة، وجنبها كمان واحدة، وقبلها تنتين. يعني شوفوا كم نفر كان ولا كم عيلة كان فيها. هذا زي ما انتم شايفين مسح كامل، يعني الناس بتيجي، اللي بده يطلع غلط بده يشوفه مش حيلاقي شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. فجيت بدي اظبط الشقة قد ما اقدر، بدي اظبط، بس الحجار كلها بتخوف، يعني لأنه في ناس تحت ساكنين برضو. يعني الواحد بده يشيل، اللي ما ماتش من القصف بده يموت من حجار وقعت عليه. فقلنا لهم خدوا بالكم، بدي اشتغل شوية فوق، حاجة اعمل اللي اقدر اعمله، لأنه سقف ما فيش، حجار اللي بدي يقف عليها السقف ما فيش، الحجار هي معلقة بعليل بتخوف. فقلت بدي اظبط اي شي بقدر اظبط، على اساس انه جاي شتاء في شوية اغراض حتخرب، وهيك هيك بدي اقعد فيها. طبعا صح صعب هذا، لكن ايش بقدر بدي اسوي اقعد فيها. هاي السقف عندي زنق، وكان ما فيش الحجارة معلقة تعليق، يعني ما لا في حزام ولا في اشي، بس بدنا نحاول قد ما نقدر. الدرج ملوش سور، يعني الولاد الصغار بخاف تخاف هم طالعين هم نازلين زي ما انتم شايفين. لكن ايش بدنا نسوي، ايش بنقدر بدنا نسوي، بدنا نقعد. للمدارس وللملاجئ اللي بقعد فيها، مش مكان مش صحي ودوشة، وما حدش بيعرف يقعد، يعني لا بتعرف تقعد ولا بتعرف تنام ولا بتعرف تاكل ولا تشرب ولا بتعرف تعمل حاجة. فقلنا بنظبطها ان شاء الله عقب غرفة. حتى جمع الاولاد كان في لهم شوية العاب، يجوا يعيدوا ذكرياتهم يلعبوا شوية. هذه الفتحة سكرتها طبعا، عشان خفت الولاد، واحد زق واحد يقع. ايش قدرت عن عمل عملت، بتمنى تدعمونا بميزة شكرا. نشكر الناس اللي تبرعت بميزة شكرا، اللي ساهمت في التعليقات والمشاركات، واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة فضلا وليس أمرا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.